أيه حمسة عبد برا كولا دقي حمسي كولا دقينا ما أركي سمعني قريسي وسيرد إنه كرداديو الربع حسن بتبدل إنه سمعي ننكي فقه للهانا وإسو سوشر رحي إساقيا إسو عمرتي وعو يري طليها سردانك وآنيقا سي ما أركي سي حسن شيخ محمود موجود وكعيو وضدك يقول لهان هبر قدير على قادة يا هبر قدير على لوديبا يا ميا دابشيل كقادو دابشيل أوديبا ميا ورحسن أول إسلوك تين أديك يا مهد صلاة هن وريرين سي سي لو يرهدو هوتيل كان حياة مرك قلتان كيسي حلدبان ندا كجري وحي أبضنايين معنيه حلدبان ندي دستورك كسهور جيدي يكوي دستورك إن لبدل بالربي هذا بقى حلدبان ندا محل لون لين واي صوت اللون لين واي يكو شغايا حواضو إلهي كفرطي حواض لها ماشي جوغي اي هوتيل كجري ايا وحي وطين ستاف يرقو أم بضنين نمان كان مركا يسوق قلين مركا استاف كي حواض لها ee qoryaha sitay ayaa dagaalamay habraan burburan aad aragtay ee markay si xusul bururka ah oo waa la soo badbaadiyay lagu leeyahay xabada aan la gafeynin mar hore ayay burburtoodu xabada ay ka soo dhaxbixi lahayd fashuuq 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 xabada ay ka dhaxdhii lahayd laakiin sababta xilibaanada ilaahay ba badbaadala ay u soo badbaadeen waxa way oo loo wada toogan meeshaas in la xusuuqaal rabay xilibaanada إلا حلوانة إلا لما وطان مركا معني ماشا لو قد عو هل هل إن لو توقتو للايا الربي لكن وحا عرقلات كل نقضي معني حواض لي حواض لها مركا شركا ماشا وكلها نمن معني إلا لأه إيه قده لقلين إلا لذي واي مركا وحا معني قده كدقا لماي ونمن كان معني عابيي إنت مركا يسي معني حلوانة دان فطاد بربوران يكوى سيدا ملايقا سرحنبا نين إيا نايب إسو قجرة يكوى علاشة ووين سون كان إيادة اللو قجرة ديكسي باستاة إيا ديكسي بريسة إسكو سيدايان علاشة حق اللوغا إيت إيتو لسوبت بادي اللو قليا هاي ماشا سيكاتي ماد جيبنا ما آدان إياكو بلايي قبان هذا ما فاهم إيسا عالد دادا كو مقان كن شان كن إيا سدح بغلاء مشارك اللوغا ديكي ويد جيان ويد جيان عن 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 برد واتا عراش واتا نين ميا ناق ميا مكرا تقانيت قرن مد ديستان قرق وحيتان دي شو باكس كسو دا جيستان اما دريشت نين ناق حل ديبان اما كلا تقانيت بكاس نين ناق قرا لغو كلا فهم هيا سو من دريشت دي كسو جيدان ما كلا فهم هيسيت مركا يسي جيدان اما كلا تقانيت مركا يسي معني بوران بوران عقا بلارا نين ما ناق نما نانارت اسنع ديوي كل قول هذا ما فهم إيسا مركز سكستوية هاتبا هرطا ما أركي إيسا حواد لكم هدية إلهي كم هدية حلو ما ندى الصوماليات إيا شعبك الصوماليات وحان ربائنا عنوشاقو إلا ماشا الصومالي أردن باكو جرتين دير إيا دارو ديقلي يمرفلت دن وداك هوية ماي محا كم هدية حواد لها ماشا سكو جري أو قريها ستين أيها الدقال لمي أغادة إيه اللي بانا ماشي كمسو بدبادين ميدا سوى بودي بوداد يو كجبا إيو ميدا ما أركي سي كفتاي أو بريد يكو تكتاي إيو ما أركي سي كري أو أدي يو بريد يكو عرطي إيو معني مالا يفكو حارتما وحاسو من وين مان لهايين كل والي توك توقان لها آخرين نغلا سوى ورمي لهايين لكن إنا اللي دلنا في عن محايا لي مجرمين صون هدين لدل إلو جانا ينقون كران هدين ربو مركز سكستوية هاتبا ما أركي سي معني مانتي حوار لي thank you لها قضب كاسي ساقا وافهمتين هذا المدوبة أكو صاري هذا المدوبة شرعي مركي حسن أو تقايي ماشي اللي يرادو ديك فير يا حمسائي تقايين إن حمسائي هذا المدوبة إن حمسائي حسن أي كلمين أنكو شيقا أو قرطان أو قلي حمسائي وحشالي ويسل الجرين مركي إنه وعيدة إبوقان عيين لكن هذا المدوبة شرعي ملا بوقدي سؤال أكو يدي هذا المدوبة إساقا ماركي سيحدي قيل الله هيسايو إساقنا قري حسن شيخ محمود شرعي مركا واركو ويسوء آدين عزب التالكا مسوء آدين إساق وحو يرعانيك ديقلي مريف لانا هاي لو قد يدوا قار ماي قوميات ماي لانا هاي أنيقنا مانت مانتان توكي سانا هاي كاليكي موك راعينا مايا أنا حسن اسم راعينا ما هات صلاة اسم أركا كرنو ما أركا يسي واركو إما راعايو أنيقو حوي كاليكي أنا كاليكي سو سيارنا يا مركا هذا المدرب كلجي سموت تجي مس حسن شيخ محمود حمسة أيام لسعودي ما أنتي وعي شلا حمسة يا حسن ما يسلا سعودين مركي دكفر أي تجايين وهذا ما لسعودي ما إيش عصوا الوكلة تجي هذا نكون شيء جاي هذا بقى هران محام كوكو شيء جاي شلا وعاقو ده هاي مركي فيلا صومالي حلا إلى ويراري
waxay soo dhajiyeen aadan madoobe ayaa laga soo abaabulay gurigiisa laga soo abaabulay uu dhahay mahad salaad sidaas awgeed waxaan rabaa inaan baaritaan kula dhaqaaqo guriga aadan madoobe inaan baaro maadaama argagixisada soo weeraray ee qarxisay hotel SYL guriga gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya laga soo abaabulay saasay dhahayn ma ku dhino okay waa kana marka hadda hadda maxay soo qoreen waxay soo qoreen af ingiriis ay ku qoreen si ay u dulmiyaan breaking news ha waxay leeyihiin exclusively obtained the ID of one of the al-shabaab terrorists who attacked the SYL hotel in Mogadishu Liwan Mohamed Mahmoud was an employee of the parliament and worked as technician Ol Gunmin 5 were shot dead during operation that ended the 13-hour siege that killed 3 and wounded nearly 50 including MBs and other officials maxaa lagu yiri ninka la yiraado Liwan Mohamed Mahmoud oo watakaarka baarlamaanka Soomaaliya farsamada u qaabilsan hay'adda macnaheedu golaha sharci dejinta ah wiilkan lagu magacaabo Liwan Mohamed Mahmoud oo kaarkiisa uu ka yahay ayaa markaysa macnaheedu ku jiray dadka ka dagaalamay markaysa hotel SYL gudoomiyaha baarlamaanka kaarka u gooyay way diyaariyeen soo majeedin waad aragta Soomaan goormeen ku sheegay marka aniga marka kaarkan ay soo bandhigayaan ya ka horan ku sheegay shalan ku sheegay waxaan ku dhahay fiiriya way diyaariyeen xalay markuu dhahayay ee mahad salaad aadan madoobe gurigiisa ka shaksanahay qofka ugu dambeeyay ee gaariga isqaxiyay gurigaasoo ka soo baxay waa ka kaarkay way diyaariyeen waa nabid kaar ay diyaarsadeen waay laakiin baarlamaankii hadlay wuxuu leeyahay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulle oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan waxaan shacabka Soomaaliyeed u cadeynaynaa in aqoonsiga meesha ka muuqda uu yahay been abuur shakhsiga meesha ka muuqdana uusan u shaqeyn golaha shacabka xagu u shaqeeya marka already marka fiiriya baasha waa la isku soo xirxiray markay la isku soo xirxiray waxa weeye kaara loo sii diyaarsaday aadan madoobe in lagu shaabadayo la rabay aan ku dhahay marka sidaasi ay leeyihiin kaarka sooma bandhigin waxay soo bandhigeen maantay marka anigana goormeen ku sheegay xalay aadan madoobe saasay leeyihiin isaga ayaa macnihi abaabulay weerarka hotel SYL sidaasay leeyihiin mahad salaad iyo damul jidid ma ku dhahay okay aadan madoobe marka horaan uu u diiday in la qabsado mukulaal madow aan ka noqono aan ku ilaalino ayuu diiday ma ku dhahay aadan madoobe macnihi aan ku galno sidaan rabno aan ka yeelano sida aan rabno noo yeel ayuu diiday soo kuma dhihin maadaama sida aadan madoobe macnihi iyagu ay rabeen ay ka waayeen aadan madoobe hadda waxay soo dhajiyeen isaga ayaa kaarka siiyey ninka qarxiyey hotel SYL gaarigii ugu dambeeyey kaar aqoonsi bay sameeyeen already baarlamaankii hadda way beeninayaan marka ninkan maba naqaanay leeyihiin kaarkaana waa been abuur ee af ingiriis ay ku qorayaan si international community-ga ay ugu qaldaan waad i fahamtay Soomaan sheekadan xitaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud xalay markii amnigan ka shiraa uu dhahay ayuu telefoon u diray aadan madoobe wuxuu ku yiri gudoomiye mahad salaad baa wuxuu ila soo wadaagay in gurigaagii laga soo abaabulay argagixisnimada macnihii ninkii ugu dambeeyay ee isku qarxiyay hoteelka in uu macnihii gurigaaga ka soo baxay warkaasi macnihii inaan kaa wareystaan rabaa shirka aan isugu imaano dhahay aan ku dhahay aadan madoobe xanaaq uu xanaaqay telefoonka ku dambeeyay Xasan Sheekh Maxamuud horta ciyaarta meeshaas ay maraysaa Xasan Sheekh Maxamuudna meel culus bay ka maraysaa Xasan hotelkan SYL la weerar dhibay ku tahay xildhibaanada qaar kuwa dastuurka macnihii raba in wax laga bedelo in lagu laayaal rabo iyo kuwa ka soo horjeedaba inahaasi waad iga haysaa haddaba maxaa marka daba jooga warbixinta UN-ka ay soo saareen ama beesha caalamka oo Xasan loo soo dusiyay aan kuu sheegayay hadday live-ka aan kaaga sheegayay kahor waxaan kuu sheegay in qaraxyo kale ay ku jiraan magaalada Muqdisho hareeraheedana qaraxyo laga soo geliyey unugyo la soo geliyey oo howlo kale ay jiraan oo la rabo in dadka lagu marin habaabiyo si kiiskan culus ee hotel SYL shacabka looga sii jeediyo
international community looga sii jeediyo qaraaxyada hadda ma ku sheegaya waxa ku jira booyado ayaa ku jira waxa ku jira gawaadhi yar yar baa ku jira waxa ku jira gawaadhi waaweyn ayaa ku jira macnaheey qaraaxyada waxayna inta badan ka soo galaayaan hadda ma arkayse dhanka heliwa iyo suuq xoolaha halka loo yaqaano magaalada Muqdisho waxana la baabin doona goobaha dadweynaha isugu yimaada